قصاد حضرتك دي مثلا بدلات الحكام لاداره موسم 19 20 او دي تمت موافقه عليها من كابتن ثروت سويلم. دي تمت 15 8 ودي تمت خلاص. ليه انا زودنا المرتبات دي يا كابتن اسلام؟ عشان تعرف برضو انا عندي هدف ان انا عاوز اعمل موسم كويس. انا عشان اعمل موسم كويس وحاسب الحكم كويس لازم اديله كل اي حاجه كان بيحلم بيها عشان اعرف احاسبه، اعرف احاسبه بدل انتقال، وسيله للمواصلات، ملابس، كل حاجه، تدريب على اعلى مستوى. انا كنت متفق مع ناس بره يجوا، انا في واحد كلمني اول ما مسكت، واحد صديقي في انجلترا قال لي هنعمل لك معسكر بره للحكام المصريين في انجلترا، ما كانش هيكلفني ولا مليم ولا مليم. كويس جدا. واحد سبونسر ما دي من ضمن الحاجات اللي كنت متوقع مثلا عمرو يقول لي ايه انت عملت ايه الفتره اللي فاتت، واخد بالك؟ هو الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه. وده قلت له عمرو انت المفروض كنت تقول لي ايه الخطه بتاعتك بس كل الحاجات مش فارقه معايا. ليه؟ لان انا عارف ان شاء الله باذن الله هتيجي، يعني انا مش مستعجل عليها، بس الواحد كان عنده حماس في فتره معينه. تمام. فنرجع تاني للموضوع. اوكي. بدلات الحكام من ضمن بدلات الحكام عملنا الاختبارات اللياقه البدنيه والفنيه، عملنا المعسكرات هي شغاله دلوقتي، اللي انا كنت مختار برضو الاماكن بتاعتها صممت انها تتعمل في القاهره عشان تبقى برضو يا رب من اتحاد الكوره. اتصلنا بجميع الانديه عشان نقول لهم التعديلات بتاعه قانون كره القدم. عملت سيجمنتيشن او عملت فيه تصور معين ان انا خليت الحكام شرائح الحمى اللي هم حكام الدرجه الاولى، بديت الحكام اللي هم من سن 23 ل 25 ومن سن 25 ل 30 عشان دول اللي اقدر اشتغل عليهم المستقبل الفتره الجايه. ومع الاسف الاعتبار الحكام اللي فوق ال 40 اللي عندهم خبرات ينشان وديل برضو واحده واحده. خلينا نتمشى واحده واحده مع الكابتن. يعني هنا برضو انا اول ما جيت رحت قعدت مع الناس الاداريين هناك وقلت لهم انا عاوز اعرف عدد الحكام الفعليين، فطلع عدد الحكام زي ما ظهر على الشاشه، ودي برزنتيشن انا كنت عاملها. دي عدد الحكام وبعد كده عدد المحاضرين وبعد كده عدد المراقبين اللي هم بيديروا المباريات ويراقبوا الحكام عشان يقدروا يقيموهم. بعد كده المرحله الثانيه بقى شفت عندي كام حكم دولي، عندي 31 حكم دولي و692 حكم درجة أولى وحكم درجة تانية 406 بخلاف حكام الدرجة الثالثة 800. فضلت أقسمهم يا كابتن إيه درجات ومراحل. وفي الحكام الدوليين طبعا عندنا ساحة ومساعدين زي ما ظهر هنا على الشاشة، كل ده شغل في خلال 3 4 أيام عشان تقدر تشتغل ببلان معينة وتبقى واضحة يعني. أيوه. مع طبعا الحكام الانسات الموجودين عندنا. لا ده انت حضرتك عامل تصور كامل يعني. ما هو التصور كامل ده الناس شايفاه بس محدش شايفه يعني في الاتحاد يعني. عشان اقدر اشتغل عليه يعني. واخد بال حضرتك. وبعد كده عملتها نسب المراحل العمريه بس طبعا هنا مش واضحه على الشاشه. تمام. وبعد كده بقى عملنا الاختيارات الحكام البطولات المحليه، لان انا كنت عامل تصور يا كابتن اسلام ان هلعب بطوله الدوري العام بالكامل ب 30 حكم بس. وال 30 حكم دول هيبقوا فيهم 20 حكم مسمى. يعني ايه 20 حكم مسمى؟ يعني هقول الحكام اللي انا هلعب بيها في دوري ممتاز هم ال 20 حكم دول بس مسميين، وهسيب 10 اسامي يا كابتن اسلام مش مسميين. ليه ال 10 مش مسميين؟ وليه 20 يا كابتن؟ هقول لك ليه. انا لازم انتقي افضل الناس عشان اقدر انجح بالمسابقه. بس خلي بالك انا في البدايه قلت لك 30 بس 20 مسمى و10 اسامي هسيبهم فاضيين. مين ال10 اسامي اللي هسيبهم فاضيين دول؟ دول هخليهم اشجع بيهم الحكام اللي بيلعبوا في القسم الثاني عشان يبذلوا اكثر جهدهم ويخشوا من ضمن ايه ال30. ونفس القصه بالنسبه للحكام المساعدين. يعني في حاجات. وبعد كده قسمنا المعسكرات اللي ابتدت من واحد اللي هي شغاله بالفعل يعني. اللي هي شغاله بالفعل دي كلها دي احنا كنا عاملينها من الاول يعني انا وكابتن وجيه ودكتور عزب بصراحه يعني كنا تيم شغالين مع بعض. وبعد كده عملنا ما مشي ولا كملوا؟ لا هم مكملين. دول مهمين دكتور عزب وكابتن وجيه مهمين جدا في اللجنه. تمام. وبعد كده بقى قلنا تقييم الحكام ازاي بنقدر نعمل حكام، وعاملين سيستم معين ليه في التعيينات عشان ما ينفعش مثلا اجيب حكم مثلا بالطريق الخطا لفرقه مثلا خلال مرتين ورا بعض، او حكم مثلا عنده لا قدر الله مشكله مع فرقه ما تجيبوش تاني، لازم تستنى عليه شويه وتقدمه تاني في وقت تاني. فيعني تصورات كتيره يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق الحكام بس الموسم ده ان شاء الله.